مرحبا أطفالي الأعزاء، درس اليوم سيكون حول الأرقام، وسنبدأ برقم واحد. رقم واحد سندرس من 1 إلى 9، وكل مرة سنتعرف على رقم معين. الرقم الأول هو رقم واحد. رقم واحد هكذا يكتب الرقم، وهكذا يكتب بلسان القلم. بلسان القلم هكذا يكتب الرقم، وهكذا يكتب بالحروف. هكذا بالرقم وهكذا بالحروف. أول حاجة باش نتعلم كتيبة رقم واحد، لدينا العديد من النقاط. كما مستنسين أصدقائي الصغار، أنا نكتب مرة وانتم في المنزل تكملوا بقية النقاط. أحسنتم. أنا توا باش نتبع المربعات الكراس هذه ونكتب واحد. أحسنتم، هذا واحد، لقد كتبت رقم واحد. الآن سأكتبه بالحروف. واحد، لا تنسوا اسمه، اسمه واحد، اسمه واحد. أحسنتم أصدقائي. الآن بعدما تكملون بقية النقاط ستمرون معي إلى التمرين الموالي، وهو يقول أكملوا فقط، أكملوا. لكن ماذا سنكمل يا أطفال؟ هاتان المجموعتين. المجموعة الأولى شنو أعطانا؟ أعطانا رقم واحد فقط، معناتها يلزمني نرسم فيها حاجة واحدة، وخليلي لهنا الشكل، لك الحرية في اختيار الشكل. أنا سأختار المثلث، أنتوا ما تنجموا تختاروا مستطيل، نجموا تختاروا نجمة، أنا اخترت المثلث، لكم الحرية في اختيار الشكل الذي تريدونه. أنا اخترت المثلث وأنتم عليكم برسم شكلكم الذي اخترتموه. لهنا شنو باش نجي نرسم؟ باش نرسم، انا اخترت المثلث، باش نجي نرسم لهنا المثلث متاعي، لكن حسب الرقم هو عطاني واحد، معناتها باش نرسم مثلث واحد، مثلثا واحدا. احسنت، انا رسمت المثلث متاعي في المجموعة الاولى. انتوما اذا كان اخترتم مربع، مش مربع، خاطر في المجموعة الثانية عنا المربع. اذا كان اخترتم المستطيل تجيو لهنا وتصوروا مستطيل واحد. اذا كان اخترتوا الدائرة تجيو في وسط المجموعة وتصوروا دائرة. اذا كان اخترتوا نجمة تجيو في وسط المجموعة الاولى وتصوروا النجمة متاعكم. المهم يكون واحد فقط، شكلا واحدا فقط. الان باش نمر للمجموعة الثانية. المجموعة الثانية شنو اعطاني؟ اعطاني الشكل، اعطاني الشكل اللي هو، نعم احسنتم، اللي هو المربع، هو رسمه باللون الزهري، انا مش نرسمه زيادة باللون الزهري. لكن في الخانة هذه ما عطاناش قديش باش نرسم من مربع، لكن بما انه الدرس متاعنا هو رقم واحد باش نرسمه. احسنتم، مربعا واحدا، اكتب رقم واحد هكا، ونجي لهنا نرسم مربع واحد هكا. هذا المربع امتاعي لي انا باش نرسموه، انتو ما تنجموا ترسموه كيفي انا بالضبط، والا اكبر والا اصغر كيما تحبوا انتوما. المفيد انا رسمت لهنا مربع واحد ولهنا مثلث واحد، علينا باحترام الدرس وهو يتحدث عن رقم واحد، لا ننسى ذلك يا صغار،
لذلك سننتقل إلى التمرين الموالي ونرى ماذا يقول السؤال. يقول السؤال: أربط بسهم الرسم برقمه المطابق له. نعيد: أربط بسهم الرسم برقمه المطابق له. معناتها باش نربط بسهم الرسم من الرسوم هذه يقول بالرقم المطابق له اللي هو رقم واحد. أحسنتم. عندي لهنا دوسوقة، فراشات، نحلات، دودات وعناكب. إذن هنا عناكب. إذن كم من دعسوقة لدي يا أطفال؟ لنعد: واحد فقط، إنها دعسوقة واحدة. إذن سأربط أحسنتم رسمة الدعسوقة برقم واحد. لنرى كم من فراشة لدينا. واحد اثنان، لا أستطيع ربطها لأنها اثنان وأنا أريد واحد. لنرى النحلات: واحد اثنان ثلاثة أربعة، إنها أربعة نحلات وأنا لدي رقم واحد، إذن لا أستطيع ربطها. لننتقل إلى الدودات. لدي واحد اثنان ثلاثة، لدي ثلاثة دودات، هل أربطها برقم واحد؟ لا، لأنها لا تطابق الرقم واحد. لننتقل إلى مجموعة العناكب. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، لدي خمسة عناكب يا أطفال، هل أربطها برقم واحد؟ هيا أجيبوا. لا طبعا، لأن هذه المجموعة بها خمسة عناكب وأنا أريد واحد فقط، إذن لا نستطيع ربط الرسوم الأخرى برقم واحد، فقط الدعسوقة لأنها دعسوقة واحدة. هكذا أصدقائي نكون قد تعلمنا وتعرفنا على رقم واحد. إلى اللقاء أطفالي في الدرس الموالي.